الاصدقاء شلونكم؟ اليوم احنا موجودين بمهرجان انا عراقي انا اقبل، صراحه كلش مهرجان حلو، صار لنا تقريبا ساعه احنا موجودين، راح نصور لكم كل الاجياء، كل الاجواء، مهرجان عراقي انا اقبل صار لي سنتين متوقف بالعراق بسبب ازمه كورونا وقبلها الانتفاضه مال تشرين، اليوم رجعوا سووا هذا المهرجان اللي كلش حلو اللي متنفس يعني بالشباب، هذا المهرجان طبعا يوزعون به 30,000 كتاب مجاني، كل الكتب جدد ونظيف يوزعوها مجانا وعناوين كلش حلوه يعني، واضافت الى حفله غناء وهذا كله يقدموا على حدائق ابو نعاس، كل هذا الشيء مجاني، شوف هنا العوائل والشباب والنسوان يجون يتونسون يجيبون اطفالهم، فهذا الشيء كلش حلو، عاشت ايديهم عاشت ايدينا المقيمين على هذا الشيء. راح اصور لكم كل الاجواء راح تستمتعون هواي. اوكي اصدقاء طبعا انا وراي المعرض مال صفاء السراي الشهيد راح اصور لكم اعماله الله يرحمه. اوكي اصدقاء طبعا كان كلش حلو المهرجان، صورنا لكم كل اللقطات اللي صارت يعني بالاشياء اللي صارت بالمهرجان، فاكيد استمتعت اللي ما اجوا وشافوا بعيونهم، طبعا لو جايين كان استمتعت ازيد صراحه، فمشاهده ممتعه كان يوم كلش حلو، حميز ذي استمتعنا هواي، باي باي.